جرس احتلم فأفتاه بعض الناس بهجوم الغصن اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. ربنا اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اصرف عنا الأذى، إنك على كل شيء قدير. ربنا ارفع عنا الوباء والبلاء، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على الرحمة المهداة والنعمة المزجاة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام، أرحب بكم وأحييكم في هذه الأمسية في عددكم الجديد والمتجدد من حصتكم اليومية هل سألوا عبر قناة القرآن الكريم، لنجيب على أسئلتكم الدينية والفقهية. باسمكم جميعا أسعد بالترحيب بشيخنا الفاضل الدكتور عبد القادر بن عزوز، أهلا وسهلا بك بيننا. مرحبا أستاذ حمزة. الله يسلمك، سعداء بنزولك بيننا في هذا العدد. شكرا أستاذ حمزة، بارك الله. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، حديثنا إليكم في افتتاحية هل سألوا اليوم عسر شديد وفرج جديد. شيخنا شيخ عبد القادر بن عزوز، ما هي الأمارات التي بإمكانك أن تبعثها في أنفس المشاهدين حتى ترفع من معنوياتهم وتفتح أمامهم آمالا جديدة؟ شكرا أستاذ حمزة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإنسان المسلم أو الإنسان المؤمن عليه أن يتذكر أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. فإذا الواحد منا قرأ هذه الأسماء وسبح الله سبحانه وتعالى بها، فإنه سيجد، نقول، ملاذه ويجد أمله في هذه الأسماء. فالشقي يجد السعادة فيها، والمحروم يجد السعادة فيها، والذي ذاقت نفسه يجد السعادة، يجد الوسع فيها، وغير ذلك من الأمور، من الضيق إلى السعة. فإذا تذكر الواحد الغني فيقول سبحان الغني، فيعلم أن الذي يغنيه هو الله سبحانه وتعالى، سبحانه، وأن الناس لا يغنونه، وإنما الذي يغنيه هو الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك أملا في الله سبحانه وتعالى وهو الغني سبحانه وتعالى. وإذا لم يجد من يرحمه من الناس، فإنه ينظر إلى صفة من صفة الله، اسم من اسماء الله الحسنى، وهو الرحمن الرحيم، فيستغيث باسمه الرحمن الرحيم ليرحمه ويغيثه سبحانه وتعالى، إذن فينجلي أمامه معاني الرحمات. وهكذا إذا كان في الضيق فإنه يناجي ربه باسمه الواسع سبحانه وتعالى، سبحانه. وإذا كان تكبر عليه بعض الناس وطغى عليه بعض الناس، فإنه يستغيث باسمه سبحانه وتعالى الكبير المتعال. وهكذا هذه الأسماء، وهذه الأسماء أسماء والصفات العليا لربنا سبحانه وتعالى، هي تفتح لنا هذا الأمل، تفتح لنا هذا الأمل، وتوسع لنا هذا الأفق الذي ربما عندما ننظر إليه يكون ضيقا، ولكن عندما ننظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وإلى هذه الأسماء والصفات الحسنى، فإنها تفتح لنا هذا الأفق. فكم من أسير، نقول، لذنوبه فلا يجد ملاذا له وفرجا إلا في اسمه سبحانه وتعالى التواب، فيكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليغفر له. وهكذا كلما توقفنا عند اسم وصفة من صفات الله إلا ونجد فيها فرجا وأملا للعباد. وإذا رجعنا إلى كتابه الكريم سبحانه وتعالى نجد فقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا. فهذه إن مع العسر يسرا، إذن هذه قاعدة، أن دائما الضيق يقابله الوسع. وإذا
قال أن أيضا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا هذا لكل من أسرف في حق الله أو في جنب الله سبحانه وتعالى وفي حق نفسه. وكلنا يقرأ في الفاتحة الرحمن الرحيم، ونحن بمعنى في كل صلواتنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إذن فكلما صلينا إلا ونحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بالرحمن الرحيم، حتى تتجلى معاني الرحمة فينا وحتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى. وإذا عدنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أيضا يعلمنا أن لكل ضيق فرج، ويعلمنا أيضا على أن هذا الفرج له أسباب، ومن أسبابه وهو التفريج كرب الناس. من فرج كربة، يعني بما أو من نفس في الحديث، من نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. وكثير من الأعمال الصالحة كالصدقة، الصدقة فيها من الفرج وفيها من الخير وغير ذلك. إذن ووجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذكر، لأن الذكر فيه انشراح الصدر، لأن الله سبحانه وتعالى مدح الذاكرين كثيرا والذاكرات. إذن فهذه كلها أسباب لانشراح الصدر. إذن التعود على تسبيح الله بأسمائه وإلهه وصفاته العليا سبحانه وتعالى، كثرة الذكر، كثرة الصدقات، وهكذا، وهذه العبادات هي هذه المفاتيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا المفاتيح التي من خلالها نقول هذه الأبواب، هذه الأبواب التي هي أوصدت أمام الإنسان، ويرى الدنيا ضيقة ويرى أن هناك فيها من السواد، ولكن عندما يلج هذا الباب من خلال ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن خلال ذكر صفاته سبحانه وتعالى، ومن خلال بعض الأعمال الطاعات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإذا حزبه أو يعني بمعنى إذا كان شيء شغله فإنه هرع النبي إلى الصلاة، والصلاة هي الجامعة للذكر والتسبيح والتحميد. إذن فالضيق يقابله الفرج، هذه القاعدة. وكلما رأى الإنسان إلى الأرض أو بين رجليه إلا وكان الدنيا ضيقة نقول، ولهذا فإذا رفع يديه إلى السماء وجد أن يداه لا تسح هذه السماء. يعني الواحد كيدير هكا ويشوف في السماء، واش يعني بمعنى هذه دي شحال تدي من هذاك السماء، يعني لو هذا السماء هو الرزق، يعني شحال يدي منها، مهما وسعيدو شحال يدي، ها شحال يدي متر، يعني من خير الله ومن فضله ومن رحمته سبحانه وتعالى. إذن فما أعظم ربنا سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم الكريم الجواد الغني سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومنا وغمومنا، وأن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء إن شاء الله تعالى، وعن إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك شيخنا على هذه الكلمات النيرات التي رفعت بها معنويات المشاهدين في مختلف أرجاء المعمورة. ربما شيخنا نمر إلى الأسئلة التي بحوزتنا من البارحة. في محمد من العاصمة يقول بأنه وضع مبلغا ماليا في صندوق الوطني للتوفير والاحتياط عن طريق البريد. نعم. يقول لك بعد سنة احتاج الدراهم هذوك، فخرجهم وخدم بهم الدار، يعني يقول لك كملت بهم الخدمة. يقول لك ما كنتش على بالي باللي فيهم فوائد. نعم. يعني هو كان حاسبت له باللي مخبي عند البريد. نعم. فإذا به تبين له باللي راهو مخبي في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ونجمت عنه فوائد، يقول لك عندي 5 سنين ملي درت هذا العمل. فيقول لك كيفاش دوكا نتخلص من هذيك الفوائد؟ هذا المال يخرجه، يقدر المال الذي صرفه، يعني هو اكيد هو يعرف شحال، يعني شحال راس ماله وشحال الزياده له، 100 200 مليون، يخرج ذلك المال هذاك يخرجه ويتخلص ويعطيه في نقول للفقراء والمساكين او للجمعيات او المصالح العامه، يعني هذا هو الذي يقوم به الان، يستدركه ويخرجه. فما كان متعمدا، ما كانش متعمدا لم يكن يعرف، هو الجاهل معذور. نعم، فإذا كان جاهل معذور، هذا هو طريقه، أنه يخرج هذا المال الإضافي، هذا الذي هو ليس من مال حلال، يخرجه الآن، يسارع إلى إخراجه من ماله، مش بالضرورة يروح للبريد، من ماله الموجود في البيت يخرج منه. نعم، مقدار الزيادة هذه التي ليس له فيها حق إن شاء الله. زوجة محمد تقول بأنها تصلي الرواتب، يعني ولما تكون مشغولة في بعض الأيام
مثلا ما تصليش راتبة من الرواتب، وتقول لك هل أؤثم على عدم مبادرة إلى صلاتها، ولا كيفاش هل نعود نخلفها في اليوم الموالي؟ نعم. لا لا، هذا ذلك الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يوصيه، فالنبي أمره بأشياء، يعني أمره بالأركان، من بينها قال أنت بمعنى إقام الصلاة، يعني الصلوات الخمس هذه. فكان العربي يسأله هل أزيد؟ النبي كان يقول إلا أن تطوع، بمعنى هذه تسمى تطوعات، الواجبات يجب أن نقيمها، وهذه تطوعات، كلما تطوع الإنسان كلما حصل الأجر وجبر ما نقص من نقول من الصلاة الواجبة. ولكن احنا نقول لها إذا انشغلت فلا تنشغل عن الذكر، يعني بمعنى مثلا هي مثلا كانت متعودة أنها تصلي، ولكن نقول لها ثم انشغلت نقول لها فلا، كما قال النبي عليه السلام ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، نقول لها حاولي تعوضي شي بشي، ليش حافظة شوي قرآن تقرأ، حافظة ذكر تذكر الله سبحانه وتعالى، أما أن تعيد له لا تعيد هذه الصلوات، إنما تعيد الواجبات فقط وليس المندوبات أو التطوع. نعم. مشاهدينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا عبر الأرقام الهاتفية التي تظهر أسفل الشاشة، أو عن طريق جهاز الفاكس، أو عن طريق صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة القرآن الكريم الجزائرية، بغية طرح انشغالاتكم وأسئلتكم على السادة المشايخ. شيخنا فيه شخص يقول، يعني وردتنا مكالمته الهاتفية قبيل الحصة، يقول بأنه كان يعني يتبرع عن طريق والده للمسجد، بمعنى نعم. أن والده يعطيه مبلغ من المال، نعم. يأخذه باش يتبرع به للمسجد في بناء المسجد، نعم. لكن بعد مدة اكتشف هذا الابن بأن ما كان يعطيه له والده هي عائدات حرام. هنا الابن يقول ماذا يفعل بالمسجد؟ يعني وقع في حيرة كبيرة من أمره لما اكتشفه من أمر هذا المال. لا، يبقى المسجد على أصله والناس يصلون فيه ولا شيء عليهم فيه. فرق بين أن من البداية حرام، فرق بالإنسان أنه بمعنى أنه يعرف أن هذا المال حرام من البداية ويبني به مسجد، ماله حرام ماله خبيث، هذا فرق. وبين إنسان كان يعطى يدفع المال للمسجد والناس لا يعلمون بذلك، إذن في المسجد يبقى مسجدا، ولا تشغل نفسك بهذا الشيء. يعني الآن هذا الأمر ما تزيدوش، يعني تفتحوه يعني توسعوا فيه. الآن المال الذي وصلكم أنتم كي وصلكم بما أنتم مدروش، يعني أنتم عليكم في بالكم بالإحلال. فلا يا أيها الذين آمنوا لا تسعوا عن شيء تبدأ لكم تسعوكم، خلوا أمور كما راها، هذا مسجد بيت الله سبحانه وتعالى، وأما الإثم على من كان يدفع ولا يخبر الناس، يعني هذا هو الإثم، هو على والده وليس عليه هو معه واحتاث، ولكن المسجد يبقى مسجدا. شكرا. نهدمه ذوق احنا مسجد ما عندناش نهدمه، مسجد يبقى مسجد. نعم. اذا نستقبل مكالمة محمد من تيبازا. ام محمد، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، اهلا. الو. السلام عليكم، مرحبا. الو. نعم، نسمعك جيدا ايتها الفاضلة. الو. السلام عليكم، اهلا ام محمد. السلام عليكم. أهلا بك. أهلا. السلام عليكم. أهلا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحن نسمعك جيدا أم محمد، مرحبا بك، تفضلي بطرح سؤالك. أريد أن أسأل سؤال. نعم. حول فضائل يوم الجمعة. فضائل يوم الجمعة. يوم الجمعة. نعم. ما هي الفضائل يوم الجمعة؟ نعم. وكذلك أريد أن أسأل سؤال حول لأخت ما مات. وقت. و نعم. لا أسمعك جيدا سيدتي. لها مال في البنك، ونريد أن الإخوة أن يتساهموا في هذا المال، كيف العمل؟ ما فهمتكش، يعني المال هذا مال من اللي راهو في البنك؟
الو، انا لا اسمعك. المال هذا اللي راه في البنك مال من؟ هل هو مالك ام مال الاخوه؟ الو، نعم، السلام عليكم ورحمه الله. نعم سيدتي الفاضله، اهلا. الدرام هذا اللي راكي تحكي اختي عليه، عندها مال في البنك. اختك؟ نعم. وشكون وشكون حق؟ نريد ان هي ما تستطيع ان هي مش قادرة تجبد هذو الدراهم. مريضة، وكذلك لا نريد أن نديروها في القضاء. يعني بإمكانك أنك تتكلمي بالدارجة. نريد أن نتفاهم، ندير نتفاهم مع الإخوة في كيف نتصرف مع أختنا هذه اللي عندها مال وما تقدرش هي تتصرف فيه. جيد، مفهوم سؤالك سيدتي الكريمة. ألو، نعم مفهوم سيدتي الكريمة سؤالك. هل لديك سؤال آخر أم تكتفين بهذا السؤال؟ شكرا سيدتي، تسمعين الإجابة في خضم الحصة بإذن الله. نعم أخي يونس. سامية، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا سامية من ميلا. مرحبا بكم أستاذ، أشكركم على هذه الحصة. شكرا. أرجو منكم الدعاء بالترحم على جدة توفيت. إذا انقطعت مكالمة سامية من ميلا، نتواصل. سألت الدعاء بالترحم لجدتها ثم انقطعت المكالمة. نعم أخي يونس، هل هناك مكالمة هاتفية أخرى أم نشرع في الإجابة؟ معمر من تلمسان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا أخي معمر. مرحبا أخي معمر. أهلا، سعداء بالتواصل معك. مرحبا، الله يسلمك سيدي. أهلا أخي معمر. شيخ، كنت محتاج مدة فترة تعبيرية. السلام عليكم، لا أسمعك جيدا صديقي. إذا نذهب إلى زهير من قلمة. معمر ابقى مع الإخوة في العارضة التقنية حتى يتأكدوا من جودة الاتصال ثم نتواصل. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا زهير من قلمة. ورحمة الله. مرحبا. أنا زهير من قلمة. مرحبا، متشرفين، تفضل. شوف، عندي تم اوبيري في رمضان هذه اللي فات، عملية جراحية. صمت 5 أيام ومن بعد اوبيريت. نعم. ها، وليت لي 25 يوم تاع رمضان هذا اللي فات. نعم. ها، يعني الحل تاعها كيف؟ أنت الآن قادر تصوم ولا ما راكش قادر تصوم؟ ما ارتحتش يعني ارتحت. الطبيب قال لك مازال ما تقدرش تصوم؟ ايه، الطبيب قال لي ما تصومش، اوبيريت، قال لي ما تصومش في رمضان. لا، الآن الطبيب، الآن الطبيب، الآن مانيش قادر. الطبيب قال لك ما تصومش الآن. ما رحتوش، ما نكذبش عليك، ما رحتوش، بس أنا مانيش قادر. تما كي نبغى نصوم هكا ما نقدرش. خلاص، مفهوم. تسمع الإجابة. سلف الواحد دراهم. نعم، قلت لكم سلف الواحد، عندي دراهم عند واحد وقاعد نزكي منها، هو ما ردهاليش، مازال ما ردهاليش، عندنا ضربة 5 سنين هكاك ما ردهاليش. نعم. وانت راك تزكي عليها. نحب نفهم كيفاه. انت راك حاب تفهم كيفاش تزكي عليها. لا، انا قاعد نزكي عليها، انا بالي كيفاه نزكي. يعني نسمعكم كل يوم نصرف 3 زكاة، انا قاعد نزكي عليها. هو عنده مدة 5 أيام، احنا ساهمنا على واحد الامور هكا، والامور تاعو دارها فراها، باهي يمد لي دراهم، مازال ما ندهاليش، عندها بقاتي 5 سنين مازال ما ندهاليش. نعم. نعم. ايه، والاخرى صور تاع الربا اللي كيما نقولوا احنا، تاع الربا اللي في لابوست هذي. نعم. المهم نهزها، خدمت بها الاخرى، خدمت بها واحد لاشان تي في، تسمى جبت السبنه هذيك وخدمت بها في لاشان تي في، وخدمت منها الجبانه كيما نقولوا احنا، المقبره. نعم. نعم. عاوز نسقطي على المقبره هذه، قالوا لي تما سقطيت هذيك، بصح المقبره ما سقطيش. نعم.
إذن تسمع الإجابة أخي الفاضل، شكرا لك. هل هناك مكالمات هاتفية؟ إذن معمر من تلمسان، أهلا وسهلا أخي معمر. السلام عليكم ورحمة الله. أظن أن مكالمة أخ معمر قد انقطعت أو غير واجدة. إذن شيخنا نبدأ بسامية من ميلا من أم محمد تيبازا، تقول: ما هي الفضائل التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ نعم، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، يعني هو من خير أيام الله سبحانه وتعالى. فأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم صلى الله عليه وسلم في ليلة عليه الجمعة وسلم. أو في يوم الجمعة. أوصانا أيضا بالدعاء، بكثرة الدعاء عند من الص يعني من الشو يعني، لأن النبي قال: فإن فيها ساعة، يعني ساعة يعني وقت معين، فالإنسان يجتهد في نقول من طلوع الفجر إلى 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 الغروب، يجتهد في الأوقات أن يدعو، لأن فيها ساعة استجابة. وكذلك أيضا من قراءة القرآن الكريم كقراءة سورة الكهف وقراءة سورة الملك. نعم، شكرا شيخنا. إذا نستقبل منصور من سكيكدة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا منصور، مرحبا. الحمد لله، أنتم بخير. منصور مسكين ذا. مرحبا بك أخي منصور. هو عندي واحد سؤال للشيخ المحترم. تفضل. عندي قضية ما بيني وبين أخي. قضية بينك وبين أخيك. في السكن. نعم. بني السكن هذا بنينا في 1987. أنا وياه مع بعضنا بدراهمنا بعلاقنا بكلش. نعم. حتى 2012. نعم. جت عقد الملكية باسمه. نعم. نعم. وجيتنا تكلمت معه، قلت له: يا أخي أعطيني حقي، أكتب لي أو أعطيني مال. لم ي... ما حبش ما بغاش يمد لي. نعم. ليش الشيخ يشوف القضية هذه؟ أسك نقدر نعاقبه في المحكمة أو ممكن نخليها يا رب العالمين وخلاص ربي يولي فريها. سبحانه. مفهوم سؤالك سيدي الفاضل. هل لديك سؤال ثاني؟ سؤال هذا هو، هذا هو اللي محيرني، ما نرقدش خلاص ليل ونهار. تسمع الإجابة بخصوصه بإذن الله. الأم. نعم. عندي أمي بعمرها 88 سنة. نعم. حكيت معها وحكى معها هو وقال لها باللي راه يسلم معي النص بالنص. نعم. نعم. ولا يمولي للأسف ما كان والو، ما ديت حتى حاجة، لا دراهم ولا سكن. هو الآن مخرجك من السكن ولا كيفاه؟ يعني خرجني واني كاري عند الناس وداري راهي مفرمية وما نقدرش نسكن فيها. علاه؟ إيه ما بغاش يكتب لي. هو قال لك ما تسكنش ولا كيفاه؟ لا، ما هو قال لي كاين مشاكل عائلية ما بغيناش ندخلوا فيها. ما قدرش انا يا اما نتقابضوا ولا نتهاوش ولا ما قدرتش وليت هزيت روحي ومشيت. نعم نعم. اذا تسمع انا حكيت مع امي، قلت لها: امي كيفاش كيفاش القضية؟ حكيت معاه قال لها يسال معاي بصح لغال للاسف. نعم نعم. تسمع الإجابة أخي الفاضل بإذن الله. ما حكم هذه القضية؟ هذه ما الحكم تحت؟ سيفتي لك الشيخ ويخبرك بيعني بعض الحلول التي أو المخارج التي ممكن سيفتح الله بها عليه في هذه المسألة. شكرا سيدي الكريم. إذا نستقبل مكالمة أخرى، مكالمة فارس من بجاية. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا فارس. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. سؤال سعي حول الأخ في الرضاعة، أذكر يكون برضعة أو رضعتين أو بخمس رضعات كما يقولوا ولا عشرة. نعم نعم، شكرا. وهذا السؤال راه محيرني بزاف، باسكو لقيت بعض الأجوبة، كاين اللي يقولوا خمس رضاعات، كاين اللي يقولوا عشر رضاعات.
هو وعلاه راه محيرك، يعني هل في قضية تراضع داخل الأسرة ولا ما فيهش؟ أخي فارس، هل فيه قضية رضاعة داخل الأسرة وفيه شبهة من هذا القبيل؟ هل بالإمكان أن تطرح المسألة كاملة حتى نتقصى كل جوانب المسألة؟ واحد حب يتزوج بنت خالته. واحد حب يتزوج مع بنت خالته. نعم. إيه. هل هذا ابنك ولا وشكون؟ قمت تقول له بلي راه أربعة. خط ربك. أمه تقول له باللي رضع خطرة واحدة. إيه. يعني أم الرجل هذا. أم الطفلة. أم الطفلة تقول باللي رضع خطرة واحدة. إيه. فقط أخي فارس، يعني هل بالإمكان أن تترك رقمك للإخوة في العارضة التقنية؟ ممكن شيخنا بعد إكمال البرنامج يتصل بك. شكرا أخي فارس. كان هذا أخي فارس شيخنا. نعود إلى بقية الأسئلة. كنا مع أم محمد من تيبازا عن الفضائل، ثم بعدها هي تتحدث عن أخت لها مريضة، عندها يعني مال في البنك مش قادرة تتصرف فيه، هي الله أعلم تقول لك كيفاش احنا نديره باش نتصرفوا في هذا المال، وهل بإمكاننا أن نتصرف في هذا المال؟ شوفوا، في الشرع والقانون لا يمكن التصرف في المال بين قوسين يقول المحجور عليه، إنسان مريض لا يحسن التصرف، إنسان كبير في السن وما يعرفش، إنسان مجنون، لا يجوز شرعا وقانون إلا بحكم قضائي، إلا بحكم قضائي. حتى احنا عندنا في الشرع لابد القاضي هو الذي يعطي الإذن بهذا التصرف، لأن حتى لماذا؟ لأن حرمة للمال وحفاظا على حق هذا الإنسان، لأن إذا الإنسان مجنون قد يصح بعد يولي لا بأس عليه، ومن بعد تولي مشاكل، بس نهار اللي يكون يصدر حكم من القضاء فالقاضي هو الذي يحدد كيفاش تصرفوا وتصرفوا وشكون اللي يصرف إلى آخره، حتى يعني من حتى الإنسان يجتنب المشاكل، يعني هذا يجتنب المشاكل. أما الصرف بالطرق يعني الغير سليمة وبين قوسين يقول ملتوية فيها شبهة، فالنبي قال فاتقوا الشبهات. أنا نقول الأخت الفاضلة وخوتها، كاين محكمة، إذا هذه الآن راهي عندها عجز أنتم بحكم الطبيب ترفعوا الأمر هذا إلى المحكمة، والمحكمة تعطيكم أو تعطي الواحد فيكم حق، نقول أنه يكون متصرفا عليها. نعم، عنها. نعم، نيابة عنها. نعم. سامية تطلب منا الدعاء لوالدها بالترحم، جدتها بالترحم، هي الرحمة للحي ورحمة لجميع المسلمين. أكيد الله يرحمها، أحياء من الأموات. إحنا رانا في صلاتنا وإحنا أحياء نقولوا الرحمن الرحيم، وش الرحمن؟ بمعنى أرحمنا، فنسأل الله أن يرحمنا جميعا إن شاء الله. يا رب يرحمنا جميعا. صهير من قال ما يقول بأنه أجرى عملية جراحية شهر رمضان. نعم. الفضيل يقول بأنه صام 5 أيام. نعم. وبقي 25 يوم لم يتمكن من صيامها. هو خلال هذه الأشهر كلها يقول ما قدرش يصوم وما راهوش قادر يصوم. نعم. يعني هو ما يقول لك ما رحتش لعند طبيب، ولكن يقول لك أنا في شخصي أحس بأنني غير قادر على الصوم، يقول لك ماذا أفعل؟ نعم سي زهير، نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء، أن يشافيك الله سبحانه وتعالى وأن يعمك بستره وبالصحة والعافية. الآن ما دام ماكش قادر على الصيام، حتى ربي إن شاء الله يرفع لك هذا البلاء ويعطيك القوة، كي تشوف روحك تقويت على الصيام من رمضان الجاي، من يلحق علينا إن شاء الله من قبل رمضان، أنت تجتهد شت روحك قادر على الصيام صوم. إذا استمر معك إن شاء الله ما يستمرش معك هذا الحال، إن شاء الله ربي يرفع عنك كل ما، اذا قويت صوم، اذا حس روحك مازلت انت ادرى بنفسك، يعني فانت ادرى بنفسك من غيرك، اذا في ذا روحك ماكش قادر ما تصومش، حتى ولي الحق عليك رمضان واضطريت انك تفطر وتقضي ذلك رمضان بعد رمضان ولا شيء عليك، يعني ما عليكش كفاره ولا حاجه. فكل ما، لان هذا الدين مبني على التيسير ومبني على الرحمه وموش مبني على المشقه،
وانما مبني على الرحمه. ما دام راك قادر الان ما تصومش حتى تتقوى وتصبح قادرا على الصيام، صوم ان شاء الله تعالى. قلت لك ولو احنا ما نتمناوش هذا الشيء، ولكن لو الانسان انه كان مريض وزاد ماهوش قادر، احتاج رمضان الحق عليه رمضان الجاي وماهوش قادر، لا يكلف الله نفسه، يفطر وحتى ان شاء الله ربي يعطيه القوه والصحه ويصوم بعد ذلك. نعم. في سؤاله الثاني يقول بانه ادان احد اصدقائه نعم بمبلغ مالي، هذا المبلغ المالي يقول لك تفهمنا باش يردوا له بعد 5 أيام. نعم. مرت الان 5 سنوات، يقول لك انا الان هذا المبلغ بالغ النصاب وراني خرج عليه الزكاة في كل سنة والسيد ما حبش يردوا له، يتماطل، قضى به قضيته ونجح في مشروعه لكن ما حبش يرد الدراهم. هذا واحد. السؤال الثاني بعد ما نكملوا هذا الشيء. نعم. هو الزكاة أنت ليس ملزما بالمال اللي نسلفوه للناس وفيه النصاب، احنا ماناش ملزمين بنخرجوا عليه كل سنة، وإنما نهار اللي نسترجعوه نخرجوا عليه مرة واحدة فقط يعني. إن شاء الله يجعل هذا المال الذي أخرجه في ميزان حسناته، ولكن والقاعدة هكذا المال اللي نسلفوه للناس ولو قعد 20 سنة عند الناس وكي نسترجعوه نخرجوا عليه مرة واحدة فقط، ما نخرجوش عليه على السنوات، مش على 20 سنة. نعم. الأمر الثاني مطل الغني ظلم كما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. دونك أنت يا إما أنت تتفاهم معاه وتروح تقول له يرحم والديك أعطينا دراهم إلى عندك، أو تبعث له ناس قال يا ودي الله يعني شوف هذا الإنسان هذا اللي سلفته دراهم أو ما حبش يردهم، أو يبقى آخر الكيد ده ويا المحاكم. وإحنا ما نتمناوش أنهم يوصلوا المحاكم لأن فيها هدر للوقت وللمال، فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، ولكن ويحاول يشوف وسائط لعل الله سبحانه وتعالى قال ما عندكش أعطيني بشوية سيدي، أعطيني حق شوية وخطرة شوية حتى تسترجع مالك، لأن بعض الأحيان الإنسان يقول لك لا يعطيه لي كامل دفعة واحدة والإنسان يماطل وما يردلوش، لا أنا نفضل أنك تتفاوض معاه أو تبعث ناس معي يا سيدي ما عندكش أنا صرفت لك 20 مليون 30 مليون أعطيني ليها وعندك الآن أعطيهم لي وبعد زيدني بشوية، أقل شيء تأخذ بعض مالك أحسن من لا تأخذ أي شيء. نعم. في سؤاله الثالث يقول بأنه يعني فيما يخص الربا نتاع لا بوست، هو يعني واضع الأموال تاعو في البريد عن طريق صندوق الوطني للتوفير والاحتياط، يقول لك هذا المال كي خرج هذيك الفوائد يقول لك خدمت بهم الجبانة يعني المقبرة وبعض الأمور، يقول لك هل يجوز لي هذا الأمر ولا ما يجوز؟ نعم ممكن، نعم ممكن، هذه لأنه هو ينفق في المرافق العامة، فالآن هو وش الجبانة ممكن بنا صور ممكن طريق ممكن عادي يعني عادي ماشي، لأن ما لا يوجد فيها مشكلة يعني. منصور من سكيكدة يقول بأنه فيه مشكل عائلي بينه وبين أخيه يتمثل في أنهم قاموا ببناء سكن عائلي مشترك فيما بينهم، يقول لك ولكن هذا السكن بناه في 1987، في 2012 يقول لك لما جاء عقد الملكية جاب اسم الأخ نتاعه، يقول لك أنا الآن يعني هو باني دار مع أخوه وأخوه عنده دار، يقول لك الدار تاعي الآن مغلوقة وأنا كاري برا عند الناس، يقول لك لما تحدثت مع الوالدة نتاعي وحدثت أخي الوالدة نتاعه تحدثت مع الاخ نتاعو قال له يسالم معايا نص بالنص، يقول لك ولكن هو ما حبش يكتب لي ما حبش يتقاسم معايا. انا سالته قلت له علاش ما تروحش تسكن في الدار تاعك، قال لك كاينه مشاكل عائليه ولو كان نروح نسكن نقدروا نتشدوا في بعضنا ويحدثوا مشاكل وما الى ذلك، فهو الان يبحث عن بعض الحلول او بعض المخارج اللي ممكن تقترحها له. يقول لك هل نروح معه للشرع؟ يقول لك راني منذ سنوات يعني 8 سنوات مانيش نرقد الليل. هو شوف، هو البدايات الخاطئه تنتج نهايات خاطئه. نقولوا ليه ونقولوا انفسنا ونقولوا لغيرنا يعني. احنا الان شوف الشرع علمنا احكام. علمنا معاك مع يعني مع اخوك مع الناس اجمعين، موش بشخص معين. علمنا الكتابه، عندنا حاجه اسمها الكتابه. شرينا ارض بيني وبين مع شريت ارض مع خويا نكتبها نص بالنص معاه، يكون عندي عقد معاه نص بالنص، نبنو ونديروا بلان ونديروا كذا نكتبوا قال نص بالنص، لان الدنيا هذه الانسان راه متغير، الانسان هذا اليوم راه مليح ودوا يكبر وليداته ويجيه الشوفات والشيطان لعنه الله عليه ويدير،
ما كاش واحد هاو هاو احنا عندنا مثال لإخوة يوسف وحبوا يقتلوا يوسف عليه السلام، وعندنا مثال قابيل وهابيل خاوة خرجوا كما نقولوا احنا من أب واحد أو الأم واحدة من حواء، ولكن واحد قتل واحد يعني نسأل الله العفو والعافية. إذا نهار اللي ما نمشوش على الإجراءات هذه، ماشي مثلا قال ماشيين ومشين في السيارة وخلص هذا ليسونس ولا خلص هذا البنزين ولا خلص البنزين مع خويا، مش كيف كيف، لكن كي تكون أمور يترتب عليه آثار ودو واحد يموت ودو كذا، إذا في الأفضل كان من البداية، هذه وصية احنا لينا ولغيرنا، من البداية تكون الأمور من البداية، أرض شيناها قال أنت أنا عندي 60% أنت عندك 40%، تكتب هذا 60 هذا 40%، بنينا قال هذا عنده 60% هذا عنده 40%، ولكن كل شيء يكون مكتوب، لو كان هذه الأشياء مكتوبة ما يوقعش هذا الشيء، لأن كي يخرج له في يخرج الـ يخرج الـ يعني الوثيقة بلي أنه احنا أنا عندي كيما عندك أنت، ما هي المشكلة ما يخرجني ما نخرجه، هو يشد حمته أنا يشد حمته ما خليش داري أنا ونروح نسكن برا أنايا. ولكن الآن وقع، الآن كي يقول روح المكتبة واش عفوا يروح المحكمة، المحكمة تحتاج إلى دليل، المحكمة يعني القاضي يحتاج إلى دليل، يقول له فلان راه قلبنا معاه وراه الدليل، إذا أنكر خو قال لا أنا هذا السيد هذا ما بناش معايا أنا، السيد أنا فقط أنا اللي بنيت وأنا شيت الأرض وأنا اللي كنت نعاون فيه وما كانش خدام ويبدا يصير في السبايب. فأنا نظن بالإنسان أنه حاول بقدر الإمكان ما دام الأم تاعك ربي يبارك فيها على قيد الحياة، حاول تزيد تعاود تروح للأم تاعك قال يا أما هذا خويا راه قال، هو يقول بلسانه ولكن أنا حب يا أما حب يعني هي، لأن الأم تاعو تقدر تضغط عليه، قال تضغط عليه تقدر، قال يا أما راه يقول بلسانه ولكن بالأفعال مكاش، يا خويا أعطيني أنا يا سيدي معليش أنا ما نجيش نسكن معاه، أنا يعطيني مقابل هذه الدار اللي بنيتها معاه يعطيني مبلغ من المال وانا نهنيه ويدي الدار. نعم هذا هو احسن شيء، او يبعث له الناس من اهل الخير قال هذا اخوك، وهذه سبحان الله العظيم هذا حق، والانسان يعطي حقوق الناس، وانسان هذه الناس اذا ما تعاش في الدنيا مات الناس كل ما نفقدوا حبيب وصديق واهل من الاهل ومن الاباعد ومن وين تيتعظ هذا، الله يعافينا. فحاول الانسان انه لما يكون يطلب حاجته يحاول انه يكون حكيم، لان الزعاف وكذا ماهوش غادي يرد لك حقك، وانما الحكمه والتوجه الى ناس الخير والتوجه الى الله اولا ثم توجه، اما المحاكم فالمحاكم تطلب دليلا وتزيد ربما المشكله تكبر اكثر. يعني فارس من بجايه طرح المساله كالاتي شيخ، يقول لك ما هو الاخ في الرضاع، هل يكون راضع رضعه او رضعتين او 5 رضعات او 10 رضعات؟ أنا سألته عن خلفية السؤال يعني القضية، قال لك فيه قضية زواج، واحد حب يتزوج مع بنت خالته، الأم تاع الطفلة قالت له باللي راك راضع معها رضعة واحدة. الآن شيخنا أنا طلبت منه ترك هاتفه للإخوة في العارضة التقنية حتى نتبين المسألة من كافة جوانبها، لكن هو ما تركش رقم الهاتف شيخنا يعني. معلش والله يسأل عليه حتى احنا كاين اشياء اخرى يعني انت تعلمها بعد الحصه يعني بعد الان. شوف احنا عندنا النبي سيدنا رسول اولا القران الكريم قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وامهاتكم من الرضاعه الان، والنبي عليه السلام قال يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. احنا عندنا في المذهب عندنا مطلق الرضاعه، ما عندناش 3 مصات و3 رضعات و5 رضعات وكذا، لان الحديث جاء عام ولو المصه الواحده اذا ثبت يعني باللي رضع في زمن الرضاعه في الحولين، ماشي قبل يعني عفوا ماشي من بعد، في زمن الحولين هذو في زمن العامين ولو مصه واحده ولو يعني رضعه واحده تكفي، ماشي 3 ماشي 4 ماشي 5 ماشي 10 الاف، واحده تكفي. يبقى الحكم في حاجه واحده اخرى، احنا عندنا في المذهب الرضاعه بالاشهاد، مش اي واحد يجي يقول اني رضعت ما نسمعوش كلامه، يدق الإشهاد لأن المرأة كي تجي ترضع يخص يكون راجلها يعرف ويكون أهل الآخرين يعرفوا، مش يجي الآن مرأة تقول لك أنا يجي واحد يخطب بنت خاله ولا بنت خالته ولا ما نش عارف أنا تقول له رضعتكم، مش ما عندك دليل بلي رضعتينا؟ ما نقدرش نصدقك أنايا، أنت كاع السنين هذو 20 سنة 30 سنة وهي قدامه ما قالتش بلي رضعت، ارضع من ما مثلا عندي ولا معاك، نهار يجي يخطب فيها بنتها تقول له رضعتي، ربما هي مش احنا مش نهضوا على السيد هذا، نهضوا على
على الـ على الـ العموم عموم على العموم مش على مسناد وعلى الكبير. إذا الرضاعة شوف في الفقه يا سمير هكذا سامي فارس شوف الرضاعة في الفقه الإسلامي مبنية على الوضوح من البداية. من البداية باباك عارف باللي رضعت من ذيك المرأة ويماك عارف رضعت المرأة وبابات الطفلة عارف باللي رضعت ويمات عارضها موش بتخبية ما عندناش حنا تخبية. يجي واحد يقول رضعت يقولوا له ما قالوا له أنت كاذب من وراه الإثبات وراه يثبت باللي رضعت. لهذا الأمر تاع الرضاع موش أمر هين مش قضية ثلاثة ولا زوجة. احنا عندنا مطلق الرضاع احنا عندنا رضعة واحدة تكفي علاش لأن راهي مرتبطة بأمور معها يرضع المرأة رجلها على باله باللي رضعت فلان أو بنت فلان العائلة الأخرى على بالها والأب تاع الطفلة أو تاع الطفل على باله موش هكذا لعب يعني بمعنى هكذا يعني لا لا الرضاعة راها لها أحكامها. إذا المرأة قاعدة يعني مش عارف أنا 20 سنة 30 سنة ما هدرتش ومن بعد نهار اللي جاي يخطب فيها بنت نقول له هذا الكلام ما عندوش أساس يعني ما عندوش أساس لأن الأشياء مبنية على 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 الإشهاد وعلى الخبر لأن المفروض هذه الحوايج تنتشر في عائلتكم مثلا ولا قال خوك مثلا انت نفترض مثلا حمزه قال خوك رضع مثلا من دار من عند يمات عمو دار عمو مثلا مش متخبيه معروف انت تعرف ويماك تعرف وباباك وخوتك يعرفوه هو يعرف بصعب اللي هو رضع ومن بعد حتى واحد لا بابا قال باللي رضع ولا الام تاع قال رضع ولا حتى واحد ومن بعد نهار اللي يجي راح يخطب بنت عمو يقولوا له لا رضعت مين رضعت مين جات كيفاش ما نسمعش انا ها وانا باباه ما على بالي يماه ما على بالي كيفاش رضع هذا. فكاين اشياء لهذا نقول لاخونا حمزه ليس العبره بالعدد احنا عندنا العبره بالارضاع لان الارضاع عنده شروط توافرت فيه الشروط هذا رضع شرعي واللي يلحق كما يلحق بالنسب يعني واللي عنده الحقوق عنده لا يرث ولكن عنده المحرميه يعني كمال يولي هو عم بالرضاع ولا خال بالرضاع ولا ابن اخ بالرضاع ولا هكذا. هذا هو الكلام استاذ. شكرا. العفو. فاطمة من ورقلة نستقبل مكالمة فاطمة من ورقلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فاطمة. مرحبا فاطمة. يا الله. أهلا فاطمة. مرحبا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا فاطمة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا فاطمة. عندي سؤال يا شيخ بارك الله فيك ربي يحفظك. تفضلي سيدتي. نعم تفضلي. عندي جدتي الله يرحمها. جدتك أكرمكم الله كان عندها واحد الكلب وقعد يقولنا كما نقولوا في الدجاج وكذا لاحته في البير بارك الله فيك وش هي الاسم نتاعها؟ لاحته في بير. ايوه صح واضح. بعدها طلع عرين ومات. نعم ان شاء الله ان شاء الله تسمعين الاجابه. فاطمه من ورقلة هل لديك سؤال اخر؟ هذا هو السؤال بارك الله فيك. شكرا أختي فاطمة تسمعين الإجابة بإذن الله. نستقبل بعدك محمد من المدية. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. نسألكم على مشكلة تاع تراب شريت موس وتراب من عند إنسان ولكن بالعقد العرفي يعني عند الكاتب. نعم. ونهار اللي كتبنا الكاتب هذاك قال له اذا كان ظهر شيء يعيق الارض هذه ولا ترجع له الدراهم تاعو. نعم. دوك لحد الان احنا تفاهمنا باش الارض هذه درناها على الريفي تاع الحياده. نعم. باش يعطونا الاعانه الريفيه. نعم. ومن بعد الارض هذه قريبه للبلديه دخلوها في المحيط العمراني يعني الحياده ما كانش ما يعطوناش. نعم. والعقد العرفي هذا حتى ولو تبني البلديه ما عندهاش حق باش تعطيك ثاني رخصه البناء لازم عقد شرعي. نعم. دروك هنا في هذه الحاله كيفاش ندير يعني هو لحد الان مع الوراثه تاعو باش يسوي الوضعيه هذه تاع الارض باسكو في العقد العرفي مكتوب كاتب ملاحظه يقول
هذا العقد ليس بمثابة عقد رسمي بانتظار تسوية الوضعية الإدارية من طرف البائع لدى الموثق. لكن السيد هذا راه في هذا العام الرابع، داخل العام الرابع، ما هو موالو هذا الحالة، واش ندير انا؟ اسكن ريكيبيري الدراهم تاعي ولا كيف هذا؟ نعم هذه هي. والسلام عليكم. سلام. شكرا. نسمع الإجابة سيدي الكريم محمد من المدية. إذن شيخنا فاطمة من ورقلة تقول بأن جدتها كان لديها كلب، وهذا الكلب آذى دجاجاتها، يعني أكلهم، تقول لك فرمته في البئر، بعد يومين توفي. لما توفي الآن تبحث عن الإثم، تقول لك هل في إثم علي؟ هي حتى أنا أظن أنها توفيت رحمة الله عليها. فهو حقيقة شوف، إحنا عندنا مسؤولية على الحيوان. الإنسان لما يربي حيوان، سواء كان هذا الحيوان يعني مأكول أو غير مأكول، كما يعني بقرة، جمل، حيوان من المأكولات، أو الحيوانات مثل القط والكلب وهكذا، والحصان والحمار جلكم رأي الأخرين، فعندنا واحد مسؤولية، مسؤولية شرعية، لابد الإنسان أنه يحافظ عليه، يطعمه إلى آخره، ولا يؤذيه، لأن النبي قال لا ضرر ولا ضرار، المفروض أن لا ضرر. ولكن لما هذا الكلب يولي يأذي، أو القط هذا يولي يأذي ويتسبب في الإذاية، هذه حاجة واحدة أخرى. إحنا نحاول، ولكن إحنا بقدر الإمكان أن لا نؤذيه. يعني هو الأصل أننا المفروض أن يطلق، مش يطلق، يعني إذا كان حظيرة مثلا تاع البلدية تمسك هذه الكلاب وتتعامل معها، فالمفروض أنه يؤخذ إلى هذه الحظيرة، وهم أدرى يعني ما يفعلون معه بها. ولكن هي إرماته الآن، نقول الآن هي إذا كانت هي تستغفر الله سبحانه وتعالى عما فعلت، وإذا كانت ميتة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها ويتغمدها برحمه، وأن تتصدق عليها، ليس كفارة، لأن موشد في الكلمة فيش كفارة، لو كان ملك واحد آخر حاجة واحدة أخرى، ولكن ليس كفارة، وإنما من باب الطمأنينة فقط، حتى ما تبقاش الظروف في هذا في هذه المشكلة، جدتنا وكذا وإلى آخره، فإنسان يتصدق بصدقة، ويسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولها المغفرة، لأن صحيح يعني يشوف الحيوان عنده حرمة، وعنده، لأن هذه يبقى دائما الروح عنده حرمة وفيه أجر وثواب. يعني إنسان كلمها وشوف ذيك المرأة من بني إسرائيل لما سقات الكلب، يعني ربي دخلها الجنة، يعني هذا. فبالتالي نحن أيضا، والمرأة التي عصت الله في الهرة، منعتها من الطعام والشراب، من الخروج، فهذه أيضا قالنا به هي في النار، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان لا يتأذى ولا يتعدى، لا يتعدى حدوده، ولكن الآن قد الشيء الذي وقع يكثر الإنسان من الاستغفار، فإذا كان من الاستغفار ومن الصدقات، ورب إن شاء الله يغفر لنا جميعا. إذا نستقبل سليمة من باتنا ثم نكمل الإجابات. نعم. شيخنا من قسنطينة، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا سليمة. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عندي من فضلك الشيخ. نعم. عندي سؤال. تفضلي، نحن نسمعك جيدا. عندي زوجي. نعم. نعم. مريض. نعم. مريض، وشي هو عنده لاتونسيون، كي تاكل لاتونسيون شوية عاد ينسى. نعم. وتأثر بالنطق، ما يقدرش ينطق. نعم. دونك كيف كان نسأل كل الصلاة. نعم. نعم، لم يعد يستطيع النطق. كي يقوم الصلاة. نعم. ينسى القرآن، الآية، الصور. نعم. ينساهم. نعم. نعم. وينسى ثاني، ينسى السجود. وينسى السجود. نعم. وهي وولدي الكبير ضغط عليا باه نوقف معاه يصلي. نعم. وهو قلت له حبس، قال لي انا ما نعرف لي كلش، يوقف يبقى واقف ما يسكر القران ذاك، لو يبقى واقف ومن بعد يحبس. نعم نعم، هذا واضح واضح. هو حاب يصلي صلاه صحيحه.
وهذا الصالات ما يقدرش ما قدرش عليها كيف هذا كيتكنا اذكر نخليه ما يصليش ولا نوقف معاه ان شاء الله. يعني بمعنى تأمينة ان شاء الله تسمعي الاجابه باذن الله. شكرا سيدتي الكريمه. الله يسلمك. شكرا. ان شاء الله. اللهم شافه شفاء لا يغادر سقما. امين. محمد من المديه شيخنا يقول بانه اشترى قطعه ارضيه من عند صاحبها. صاحبها هذا يقول لك بحاله يعني التعاقد تاعهم تم عند الكاتب العمومي عقد عرفي وكان لازم يمر على بعض الاجراءات الاداريه اللي هو باش ياخذ يحصل على شهاده الحيازه باش يباشر البناء اللي من بينها ديروها في الحيازه باش يعرفوها وما الى ذلك. بما انها قال لك كانت قريبه من المحيط العمراني للبلديه تم ضمها الى المحيط العمراني والبلديه ما تقدرش تعطيهم رخصه البناء. قال لك ونهار اللي تفاهموا عند هذا الكاتب العمومي، الكاتب العمومي قال لك قال هذا السيد اذا ظهر كاش حاجه اللي تعيق هذا الانسان ترجع له دراهمه. يقول لك كاينه ملاحظه في هذا العقد تقول باللي هذا العقد لا يعتبر عقدا نافذا الا اذا سوى صاحب الارض كافه الاجراءات امام الموثق. فيقول لك أنا الآن في 4 سنوات أنا في حيرة من أمري، ماذا أفعل؟ هل أسترد أموالي من عند هذا الشخص ولا وش ندير معه؟ والله هو المفروض سي ميلود هكذا اسمه. اسمه محمد. سي محمد هو جوزك سي محمد. وشوف احنا نعرفوا العقود العرفية هذه معروف أنها صعب التسوية تاعها، بعضها يتسوى بعضها ما لا يتسوى. والكتابة هو أدرى هو يعرف يعني بالكتابة عند الموثق عفوا عند غير الموثق هي أصلا لأن الموثق ما يكتبش العقد كما هذا ما يكتبوش الموثق. والكاتب العمومي ما عنده حتى معنى يعني مهما الآن كي ترفع دعوة قضائية ما عنده حتى يعني ما عندوش لأنه هو ما ليس لأن شوف قبل 75 وكذا كان الحديث عن العقد العرفي والعقد العرفي كان عنده آثار. لو كان جا الاستاذ سعيد هنا يزيد يعني يفصل لانه يعني هو استاذ الشريعه والقانون يفصل اكثر. اما الان من بعد ال 75 هكذا اذا مانيش خاتم الذاكره فما بقاش القانون الان ما يستعرش بالعقود العرفيه اقصد يعني بمعنى الان كاين كل حاجه لابد ان تكتب موثقه لان عندنا التوثيق. الان دوك يا سي محمد اذا كنتم انتم من البدايه متفقين على هذا الشيء وهو راضي بهذا الشيء وانت راضي متفقين هل كتبتوا عند هذا الكاتب العمومي قلت يا فلان وبحضور هذاك مكتوب قال يا فلان اذا كتبت الدراهم كرام ليك ما كتبتش ترد لي دراهمي. ولكن شحال المده انتم اتفقتوا شحال هذه المده يعني على عام عامين سيدي ولا ما طولت هذه الحاله قعدت 10 سنين ما تكتبتش وشحال تقعدوا غير تسناوا. فنظن الانسان انه دائما يحتاط لنفسه عقود كيما هذا الانسان ما يغامرش فيها لان يقدر الثاني يخرج الطريق. اسمح لي بين قوسين يقدر الثاني يقول لك انا ما ردكش دراهمي انا كتبت لك خلاص انا انت براسك انت كنت عارف اللي عقد عرفي وانا بعت لك وانت براسك انت جي على روحك وشوف الى اخره. ولكن اذا كان اتفاق بيناتكم انا نظن الان يا اما ننظر الان لانه كل ما نزيد ناخر في السنوات وخاصه الان انت قطعت لي الامل من انه تسوى هذا فنظن ان يكون شو نقولوا فسخ العقد بينكم بالتراضي وكل واحد يدي حقه هذا احسن. والانسان يهدر اكيد يعني يحاول انه يسترجع ماله لان والا ضاع هذا المال يعني وما يبقاش. بالعكس ربما كل ما نزيد في السنوات كل ما راه تزيد راه تزيد السنوات كل ما تزيد المشكله تكبر. فالافضل الانسان ما دام راه 4 سنوات راه عمر ولكن يحاول يحل المشكله الان احسن ما تزيد تاخر بكثير. روح للسيد هذا قال يا ودي فلان احنا هو الاتفاق تاعنا او الموثق واش كتبنا وانت كنت راضي وانا كنت راضي بالرسمه والشرط اللي درتو لك كنت راضي به وانا لا غالبك تشوف ما حبوش يكتبوا ما كانش كذبه. الله الله يا خويا انت تدي ارضك وانا ارد لي دراهمي وصلات النبي وخلاص إن شاء الله يا رب. شيخنا سليمة من قسنطينة تقول
بأن زوجها تعرض لنوبة تاع ضغط دموي. نعم. هذا ما أثر على صحته يعني العقلية، أصبح ينسى الكثير من الأشياء، لمن بينها الصور القرآنية تقول لك لما يوقف للصلاة يكبر، بعدها ما يقدرش يصلي. نعم. فهي تقول لك وش تنصحني ندير معاه، كيفاش يعني باش يقدر يصلي صلاته، هل نأمه ولا يعني وش تقترح لي باش ندير معاه؟ وشوف معنا، شوف الان هي بات تكون امام ليه ما تكونش امام ليه، لان ما تأموش، ولكن هو يصلي بالحال التي هو في عليها، عقل ما عقلش، لان اذا غاب العقل سقط التكليف. هو كي يغيب عقله فرق، شوف احنا اللي نفرقوا بين زوج صوالح، النسيان، شوف النسيان راه شيء، النسيان هذا راه يكون عارض ماشي دائما، ولكن نهار اللي يولي دائما مستمر منا راه تسمى ما نقولوش مجنون، لا ما عاد الله، وانما بعض الاحيان راه يولي كل انسان اللي يفقد، الانسان كيف يفقد عقله اسقط عليه التكليف، ما حتى واحد من كل راه من الاخر، حتى واذا كان هي قال يصلي به وليده، ها وليده صلى بها وهو وليده ركع، يركع معاه هو كي يركع، اذا كان يركع معاه مع وليده كي يركع ويرفع كذا معليش يصلي مع وليده، ولكن اذا كان هو ها يصلي مع وليده وليده في الركوع في السجود هو واقف، هذا موش عارف، فنقولوا خلوه انتم قولوا له صلي، الى ركع ركع والى ما ركعش ما ركعش، لان الان في هذه الحاله ربي ما كلفوش، يعني لا يكلف الله نفسه الا وسعها، هذاك هو مسكين، هذاك هو القدره تاعو، لو كان عاقل الصور وعاقل الركوع وعاقل سجوده لا ركع ولا سجد ولا قرا، ولكن لما غاب العقل سقط التكليف. يعني واذا كانت عنده قدره في الاتباع معناتها يصلي مع وليده. نعم يصلي مع وليده هذا اذا يعني كان قدره، اذا كان عنده قدره، اما اذا كان اصلا لو كان من يصلي مع وليده بصح وليده راه في الركوع هو واقف. شكرا شيخنا الشيخ عبد القادر على هذه الحوصله لهذه الاسئله. اخي يونس كم تبقى لدينا من الوقت؟ اذا في دقيقتين من الوقت شيخنا نسالك ان تدعو لجميع الموتى، موتى المسلمين بالرحمه والمغفره، وللأصدقاء والأحباب منهم كذلك، وبالشفاء لمن أصيبوا في هذه الجائحة. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى، نقول لوطننا هذا الأمن والأمان والسلم والإسلام، وللبلاد والعباد، نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان للبلاد وللعباد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا بخيره وفضله، وأن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، وأن يجعل قلوبنا على نقول رحيمة ببعضها البعض، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، صلى الله سبحانه وتعالى أن يغنينا في وطننا هذا، وأن يجعل بيننا المحبة والوئام والسلامة والسلام، وأن يبعد عنا وعن وطننا هذا وعن صراط المسلمين من يكيدون له ويدون لنا كيدا، فنسأل الله سبحانه أن يجعل كيدهم في نحورهم، آمين يا رب العالمين. شكرا لك شيخنا الفاضل على هذا النزول الطيب بيننا في هل سألوا. مشاهدينا الكرام أشكركم أنتم كذلك على المتابعة والإصغاء وعلى مشاركاتكم المتميزة، باسمكم أشكر كذلك الفرقة التقنية العاملة اللحظة بقناة القرآن الكريم بقيادة المخرج يونس مسيلين، إلى أن ألقاكم في عدد مقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.